بناتي نفقدهم، بغيت أنا بناتي يبقوا عايشين. حيت ضربت سمارة، حيت تكرفت عليهم الصح تكرفت. السلام عليكم. ربيعة أم لجوج بنيات مصابين بمرض تلاسيميا من زيادة ديالهم، يعني من زادو. لمياء عندها دابا 18 سنة ونهاد عندها 14 سنة. ملي تزادوا هما تيعانيو بهذا المرض، يعني خصهم كل 21 يوم نقل الدم، وهذا الدم الا ما داروش تيعياو بزاف، وخصهم الدواء يوميا. لمياء عندها 2 في الصباح وعندها 4 في النهار، نهاد ثاني 2 في الصباح وعندها 4 في النهار. يعني هذا المرض مرض مزمن، يعني طول الحياة مكلف بزاف ماديا ومعنويا كما قلت من قبل. وهذا المرض خصو عملية زرع النخاع الشوكي، وهذه العملية مكلفة، وأنا ما عنديش. أنا يلا كنخدم مع ميناج وكاريا، ورجلي تا هو ما في حالتوش على قد الحال ديالو، يعني ما نقدرش لا نشري دواء ولا ندير عملية. يلا كنتكفى مع الكرة، نخلص الكرة ونخلص الماء ونخلص الضوء ونصرف ديالهم، الحالة اليومية البسيطة ديالهم، يعني ما عنديش باش نكون معاهم. ودابا هما تيكبروا والمسؤولية ديالهم كتكبر، يعني تنحس بانني الاب الصح، الحمل تقال عليا وما بقيتش قد نزيد. الحمد لله هادشي ديال الله، ولكن كنحس بانني الحمل تقال عليا، وتنبغي هاد الحمل يتقاسموه معايا خوتي المسلمين المحسنين. كان وجهاني نداء لجميع المحسنين يشوفوا محل بنياتي ويعاونوهم، يقدموا لهم يد المساعده. والمالك ديالنا محمد السادس الله يخليه لينا، اللي يشوف هذا الفيديو يعاوني بنياتي. انا محتاج بناتي زرع عمليه، يديروا عمليه، وهذه العمليه مكلفه بزاف، يعني ما نقدوش لا نديروها ولا نشريو الدواء ولا الحياه اليوميه ديالهم، يعني هذا الشيء مكلف. كنطلب من القلوب الرحيمه يعاونوا لي بنياتي، يدوني مد المساعده. راه 18 عام راه ماشي سهله نمشيو نجي للسبيطارات، يعني معاناه نفسيه وماديه. ناتي خصهم تبع نفسي، يعني جلسات نفسيه، وانا ما عنديش باش ندير لهم هذيك الجلسات النفسيه. خصهم رعايه، وانا كنمشي من الصباح حتى الليل باش نوفر لهم هذيك لقمه العيش. كنطلب المحسنين والجمعيات، محمد السادس ملكنا الله يخليه، يعاونونا على هاد البنيات، راه محتاجين الرعايه حيت كيعياو. وكنشوف بناتي حالتهم كتدهور، كنتألم. هادشي عطا لي الله الحمد لله، ولكن كنوجه النداء ديالي جميع المحسنين يعاونوني بنياتي ويشوفوا من حالهم. ما بغيتش بناتي نفقدهم، بغيت انا بناتي يبقاو عايشين. حيت ضربت سمارة، حيت تكرفت عليهم الصح تكرفست. طوبيسات في الكيران، نط في الصباح بكري وبت في الليل، وبغيت بناتي تا انا بغيت بنياتي يشفاو يتعالجو باش يقراو بحال البنات. حيت المجتمع ديالنا ما ترحمش، المجتمع ديالنا ما ترحمش. شوفو مرادين يبقاو يحقروهم، يتعقدو علاش انهم مرض، وهذا المرض ما تيعاديش ما حتى شي حاجه.
ولكن المجتمع ديالنا ما تيرحمش الاطفال ديال اللي معاهم في المدرسه. تيبقى يقولوا لهم انتم مرادين ما تلعبوش معانا، انتم تسخفوا لنا، انتم غديروا لنا. علاش راه هذا الشيء ما كيعاديش؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافي بنياتي وجميع المسلمين، جميع المسلمين يا ربي، واللي دار شي خير الله يجازيه عليه. انا مريضه بمرض الطلاسيمي وكان اعاني به من صغري. انايا كان الدواء في الرباط في ابن سينا، كان الدواء على مرض الطلاسيمي. انايا من كنت صغيره وانا كان الدواء على هذا المرض، باش كانت عندي 5 شهور وانا كان الدواء عليه. دابا انايا عندي 18 عام وانا بغيت نطلب من محسنين ومن الجمعيات ومن محمد السادس يعاونني، وبغيت ندير العمليه انايا وتنجح ليا باذن الله، تنجح ليا ونولي انايا، حيت انايا بهذا المرض تاثرت وداكشي خرجت من المدرسه. حتى انا بغيت نداوى وندير شي حاجه، حيت خرجت من المدرسه بغيت ندير شي حاجه في حياتي. حتى انا بغيت نتشافى وندير عمليه ونصح ونولي كاع بحال جميع الاطفال اللي في ديورهم مع الامهات والاباء. انايا كنعاني بزاف في هذا المرض. انايا تاثرت بالمرض الطلاسيمي حيت الدراري في المدرسه وفي الشارع وداكشي كيقولوا لي لا انت مريضه ما تلعبيش معنا، ما تقربيش لينا، هذا المرض كيعادي، لا تمشي طيحي شي حاجه بحال هكا. ومن بعد ديك الساعات كنبقى نتاثر نفسيا، كنبقى نتاثر نفسيا. انا كنطلب من محسنين ومن محمد السادس يعاونني حتى انايا ونصح وندير عمليه، وحتى انا نلعب كيف الاطفال وندير شي حاجه في حياتي، وحتى انايا نعاون وخا والديا بواحد شويه حيت هما تعذبوا معايا بزاف، تعذبوا بزاف بزاف. وحنا تأثرنا بهذا المرض بزاف، وحيت هما قاسوا معايا انا بغيت باش نتشافى وندير عمليه، بغيت باش تنجح ليا، وكنطلب الله تنجح ليا العمليه ونلقى شي محسن او ملك محمد السادس يعاونني باش ندير عمليه وتنجح ليا، وباش تنجح ليا ندير شي حاجه في المستقبل ونخدم ونرد شويه نرد من داكشي اللي تعذبوا معايا والديا، نرد لهم مع شويه داكشي اللي تعذبوا عليه. انا مريضه بالطلاسيمي حاد، وهاد المرض من صغري وانا كنعاني به من كان في عمري عام. وماما كدينا السبيطار في الرباط، بالضبط في ابن سينا. كنمشي ندوز الدم وكنجي نرجع. وانا كنت ساكنه من قبل، كنت ساكنه في الجرف وفي اقليم سيدي قاسم، وتحولنا باش نقربوا من السبيطار، تحولنا سلا وتمشيو ونجيو للسبيطار. وعدنا بعمليه باش نديروها، ولكن هذه العمليه كتكلف بزاف ديال المصاريف. وكنطلب من سيدنا محمد السادس ومن ملكنا محمد السادس ومن وزاره الصحه ومن المحسنين يعاونوني باش نقدر ندير العمليه ونحقق الامنيات اللي عندي ونرد لوالديا اللي هذاك الشيء اللي داروا معايا. وكنطلب من الناس ومن كل شيء يديروا لي عمليه وعاونوني باللي بهم، وهذاك الشيء اللي عاونوني به غادي يلقاوه من اذن الله سبحانه وتعالى. ما تنساوش تابوناو في لاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.